رسالة السيد الصدر اليوم وما تضمنتها بشكل غير مباشر دعوة للسيادة وللديمقراطية أن ينسحبوا. إذا ما انسحبوا هذا معناه انتهى البرلمان، ايش بقى بي؟ ولكن يثار تساؤل، هل يمكن للسيادة أن ينسحب ويتخلى عن منصب رئاسة البرلمان على سبيل المثال؟ يعني دعني أتكلم قبل الإجابة على هذا السؤال، فيما عندما تكلمت عن الشارع الصدري وجنابك يعني قلت ممكن، يعني أن نحن نتكلم عن شارع، يعني هذا خطر من الأخطار التي ممكن قد يعصب بالعملية السياسية. لا، مش الشارع مو فقط تيار صدري، الشارع مو فقط تيار صدري، تيارات مختلفة. يعني إذا تتحدث عن الشارع سيد أحمد، نحن نتكلم عن شارع، نحن نتكلم عن شارع عقائدي، عن شارع ليس ذاهبا إلى كتلته أو إلى كيانه السياسي مقابل مصلحة معينة أو شيء معين، نتكلم عن شارع عقائدي يعني أفكاره تختلف عن باقي الشارع. هذه واحدة. فيما يخص رسالة مقتدى الصدر وانسحاب الكتل السياسية، نعم يعني السيادة والديمقراطي السيد مقتدى الصدر، الديمقراطي الكردستاني والسيادة لديهم ملفات، لأن الديمقراطي هو يمثل حكومة الإقليم كونه يحمل يعني أكثر عدد مقاعد من البرلمان، فبالتالي أمامه دور أمام شعبه في إقليم كردستان. انسحابه يعني من وجهة نظري وبالاتفاق مع السيد مقتدى الصدر لن يصل إلى نتيجة، لكن هل يستطيع أن يحصل على مكاسب هذا الشعب من الإطار؟ وكذلك السيادة، السيادة أيضا لديها مطالب كثيرة لكن لم تحقق لحد هذه اللحظة. فقدان الثقة بين هاتين الكتلتين وكتل الإطار الإطار التنسيقي هو السبب من الأسباب المهمة التي ذهبوا بها بالتحالف. سيد مخلد في سؤال أخير وباختصار، اعتقادا منهم بأن سيد مقتدى الصدر كل التطورات الأخيرة بكل موضوعية هل بالفعل مهدت لتشكيل الحكومة التوافقية؟ يعني وأهم حدث من تطورات أخيرة انسحاب السيد الصدر والكتلة الصدرية وتقديم الاستقالات، هل مهد ذلك بدوره لتشكيل حكومة توافقية؟ يعني سيدتي من خلال قراءاتنا الخارجية والداخلية أنا لا أتوقع أن هنالك حكومة توافقية قريبة يعني ستتشكل في العراق. إذا ما قرأنا الواقع والاستراتيجية في جميع المحيط الإقليمي والدولي والأوروبي وما يعني كثير من الأمور، لا نتوقع أن يعني المرجعية والشعب والمجتمع الدولي هو يرضى بأن تكون حكومة توافقية، والحكومة التوافقية هو أساسها المحاصصة الطائفية التي هي يعني بالمجمل لم نسمع خطابا جديدا عن حكومة ممكن أن تقدم فعلا خدمة لهذا المواطن. لذلك أراد السيد مقتدى الصدر أن ينأى بنفسه وباسمه وباسم والده.